والله شعوري اني انا حزنان على اهل غزه اللي هدوا دورهم كبلنا، حزنان على الاطفال بكونهم تحت ردم اشلاء، حزنان على العالم اللي مش لاقي خيمه تقعد فيها، حزننت على الناس اللي ما لاقتش ماي تشرب، ما لاقتش لقمه اشل تعبر عليها على دورها، حزنان على اللي ماتوا من الجوع في غزه، على اللي ماتوا من العطش، على العريانين، على الناس اللي صابهم جرب من كلت النظافه ومن كلت ادوات التنظيف. هذا الحزنان، احنا نهدد نقول امرنا لله والحمد لله رب العالمين، والله يعوضهم احسن من هاش بدنا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، احسن هيك مش رايحين نقول يعني. شو بدنا نقول؟ الماء في المال ولا في العيال؟ يسلم رجال بيجي المال، شو بدنا نقول؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، ازود من هذا نقدرش نقول، مش يعني خوف منهم ولا خوف على الدور، بس يعني على الانسان اللي بيقعد 20 سنه وهو يسد في الشيكات ليظبط الدار وبيجي في ثواني يهدوها. هذا مش عدل، هذه حكومة احتلال بتقول عن حالها عدل وبتقول عن حالها ديمقراطية، وين الديمقراطية؟ هم بيناموا في عمارات واحنا بدهم ينامونا في خيام، هذه الديمقراطية تبعتهم، هذا هو العدل تبعهم، بس هين جايين ياخذوا البلاد ياكلوا ويشربوا واحنا يودونا يموتونا من الجوع. وين الدول العربية؟ وين الدول العربية؟ الدول العربية نايمة مش مبحرة على أطفال غزة، على أهل غزة، على البيوت اللي بتنهدم. هذا الرجل انهدمت بيته، الله بيعلم كيف جاب الكرش، الله بيعلم في شيء جاب. وين اللي على الكراسي قاعدين؟ وين عليهم نايمين؟ يا رب عوضني يا رب، يا رب يا رب عوضني يا رب. عند عيلة، عند عيلة يمه اولاد صغار. هاي اولادهم. وين نروح؟ بدي اضل في الشارع، بدي انام هان. كان بيجيبوا لنا خيمه وين نروح؟ فش لو في ارض دار بهمش هيم. تعال وعد. وين اروح؟ كل وين اروح؟ فهذول الاولاد ومرتي وابني الثاني. انا بوجه رسالتي لابو مازن وحكومه الرئيس ابو مازن ان يطلع علي ويشوفني يقول وين بدنا نروح فيهم هذول. وين بدي اروح انا؟ انا وين بدي اروح؟ هدوا الدار هي فش الي دار اروح عليها. انا اتحمل عم بنصر هذا الكلام يا عمي مش اواخر. الزلمه هذا صاحب الدار هذا 40 سنه هو يشتغل تنى وفر الدار، عنده 3 اولاد ابنه وتريحوا في ليله ويوم يجي يهد الدار. وين هذا الاحتلال؟ هذا ما بديش يخلينا، بيجبرنا نسوي مشاكل في الحاله هذه ولا لا؟ بني كبير هذا جاي بده يجي يسوي مشاكل، وهذا حرام اللي بصير. 3 اولاد عنده وعمره 45 سنه، 400,000 تشل في الدار في ليله ويوم، ما اعطونا بلاغ وبلغنا بيت ايل وكنا لهم يا جماعه الخير بصيرش هيك يهدوا الدار مش حرام؟ هذا ظلم، هذا ظلم يا احتلال ظالم. هذا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الاحتلال ما بدش يعطينا نعيش زي الناس، احنا بدنا نعيش بسلم وسلام. هم المش قابلين يخلونا. شوف ابنا، شوف ابنا كيف يتفاجئ في هالدارهم. بكبايت برا اجل قدرهم مهدودة. ارفع راسك يا عمي. الله بعوض يا ضحيه، الله بعوض يا ضحيه، الله بعوض حبيبي، الله بعوض ما شاء الله.